الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024. الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والمصري ويواجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. المركزي للإحصاء الفلسطيني يؤكد أن عدد الشهداء في غزة غير مسبوق، ومنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد عدم توقف إسرائيل عن مخطط التهجير القسري. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة، ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2024. وأعرب الرئيس السيسي في برقيات للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم، وأن يكون بداية لعام خال من الصراعات يسوده العدل والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار. كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، داعيا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار، وأن يكون محققا لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة. هذا وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام الرخاء والرقي. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد، وذلك خلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، سائلة المولى عز وجل أن يعيد علينا العام الجديد بالخير واليمن والبركات والمزيد من الاستقرار والأمان لبلدنا الحبيب مصر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث عرض السيد محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة القدير بعد إتمام إجراءات استلامها من ألمانيا لتنضم بذلك للأسطول البحري المصري. يأتي ذلك في إطار ما تنفذه القوات المسلحة من استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقاً لرؤية القيادة السياسية، وبما يعظم من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومي المصري. في إطار ما تنفذه القوات المسلحة من استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقاً لرؤية القيادة السياسية، بما يعظم من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومي المصري، وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة القدير من طراز ميكو اي 200 بعد إتمام إجراءات استلامها بمدينة بريمهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بناؤها بالشركة تي كي ام اس الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وفي تقليد بحري أصيل، شاركت عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الأسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة القدير. وتمثل الفرقاطة القدير إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية، كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة واقتدار، وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. كما ألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة، مشيدا بقدرتهم على تحقيق أقصى درجات التميز في استيعاب المنظومة القتالية والتكنولوجية الحديثة بالفرقاطة خلال فترة الإعداد. لا فخر طبعا واعتزاز بالجيش المصري بتاعنا وبالدولة بتاعتنا، وربنا معاهم ويوفقهم. فاحنا بنشكر الجيش بتاعنا والقوات البحرية، وطبعا على رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنتمنى دايما احنا نبقى في تقدم وازدهار ونبقى أقوى دولة بإذن الله. دي فرقاطة، فرقاطة كبيرة، قطعة بحرية بتزيد كفاءة القوات البحرية. أنا جاي عشان مصر ومبسوط قوي. إحنا بنبارك طبعاً للقوات المسلحة بصفة عامة والقوات البحرية بصفة خاصة، ده أغلى وأحلى وأحسن وطن في الدنيا، وربنا يا رب يكرمه دايماً يبقى بالجيش المصري وبقوات المسلحة وبقوات البحرية، يبقى أعظم وطن في الدنيا بإذن الله. وكلنا شايفين الدنيا وشايفين العالم وعارفين إن الجيش، إن أي بلد من غير جيش ما تسواش أي حاجة. أنا أول مرة أجي بصراحة أشوف حاجة زي كده، ايه الجمال ده وايه العظمه دي؟ احنا جيشنا قوي فعلا، يعني بجد حاجه تشرف وحاجه مبهره. كده كده الجيش بتاعنا كان قوي، وانضمام الفرقاطه ليها تخليه قوي اكتر. احنا بلد الامن والامان، دي حاجه تخلينا بلد قويه جدا، ودي حاجه تخلينا نحس بالامان وبالفخر تجاه وطننا. وتحيا مصر دايما. واحنا الجيش موجود في ظهرنا، حاسين بالامان في بلدنا، وحاسين ان مصر دايما هتبقى فوق وتبقى احلى بلد في الدنيا. وتحيا مصر. والقوات البحرية بقت دلوقتي
معدة مصنفة على العالم، وبنفتخر بكل حاجة جديدة بتدخل في البحرية. جد حاجة تشرف وحاجة تسعدنا كلنا، ويا رب مصر دايما فعالية وتحيا مصر بإذن الله. أي إضافة لجيشنا وأي إضافة لبلدنا بتسعدنا جدا جدا، وبتبين قوة بلدنا، فده شيء جميل جدا جدا ان احنا يبقى عندنا الاستعدادات الحلوه ديت لزياده القوات البحريه او في اي مجال جيش. يعني احنا عندنا ميزه جميله جدا ان احنا عندنا وطن وبيحمينا وجيش بيحمينا ورئيس محافظ علينا وعلى اراضينا وعلى شعبه، فالحمد لله رب العالمين. ربنا يخلي قائدنا ويخلي جيشنا وشبابنا يا رب. حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قادة القوات البحرية وعدد من طلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالي محافظة الإسكندرية. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعدادات القصوى لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. تم رفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بما يوفر الأمان لكافة المواطنين المحتفلين في كل ربوع الوطن. اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الأمنية تزامناً مع بداية العام الميلادي الجديد واحتفال الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث رفعت القوات درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى مع جاهزيتها لمواجهة أي مستجدات. تعتمد الخطة الأمنية على انتشار واسع للقوات على مستوى الجمهورية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية وتفعيل دور الارتكازات والخدمات الأمنية على كافة الطرق والمحاور ونشر الأقوال الأمنية عليها. وتشارك في عملية التأمين عناصر الشرطة النسائية التي تتسم بالكفاءة والجاهزية لأداء كافة المهام الموكلة إليها. استعدادات من أجهزة وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والاحتفالات بشكل احترافي وحضاري يعكس المظهر الحضاري والتطور الذي تشهده الشرطة المصرية والذي انعكس على نجاحها في تأمين كافة الفعاليات التي يشهدها الوطن. وحول احتفالات الكنائس المصرية المختلفة بالعام الميلادي الجديد، ينضم إلينا على الهواء مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من كنيسة البازيليك، ومعنا أيضا كريم بيبرز من كنيسة سانت فاطمة. أبدأ معك أحمد، وصف لنا الأجواء الاحتفالية لديك. نعم إيمان ومصطفى، تحية لكما وكل عام وأنتم بخير، وشعب مصر العظيم بألف خير. نحييكم من هنا من هذه الكنيسة التاريخية، كنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة. هذه الكنيسة التي استعدت وتزينت لاستقبال العام الجديد 2024. بدأ القداس هنا في تمام الساعة 8 مساء. الأب بولان راعي الكنيسة هنا قام بترأس القداس، وبدأ القداس أو بدأت الصلوات بترنيم للمايسترو رفيق عطلة، حيث قدم ومعه قرال، ويمكن هذا القرال الذي أيضا مستمر من خلفي بقيادة المايسترو رفيق عطلة استمر حتى هذا الوقت، بالإضافة إلى بعض العظات التي قدمها الأب بولان في هذه الأمسية وهذه الاحتفالات استعدادا واستقبالا للعام الجديد. رسالته كانت أن يعم السلام على كل أرجاء العالم.
هنا في منطقة الشرق الأوسط. نحن نتحدث عن هذه الاحتفالات هنا برأس السنة الميلادية، وكانت الكنيسة هنا أيضا قد احتفلت في ليلة 25 ديسمبر باحتفالات عيد الميلاد المجيد. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير أحمد، أرجو أن تبقى معي. أتحول لنقل الاحتفالات في كنيسة سانت فاطيمة، حيث يتواجد مراسلنا كريم بيباس. كريم، كيف تنقل لنا الاحتفال لديك بعيد الميلاد المجيد؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة العام الجديد. نتحدث هنا من مصر الجديدة أيضا وبازيليك سانت فاطيمة هنا برئاسة بالطبع الخور أسقف بولس ساتي. هذا يعني الاحتفال اليوم ربما اقتصر في الأساس على أداء الصلوات، وبعد ذلك بالطبع جزء من ترانيم احتفالات عيد السيد المسيح وميلاد السيد المسيح، ولكن كانت يتوسط هذه الاحتفالات البسيطة ربما عظة للمواطن، وهذه العظة كان من أهم كلماتها هو عدم التزين وعدم ظهور مظاهر الاحتفال بشكل عام بالعيد الجديد إلا بالصلوات والدعوات، وهذا تضامنا مع الأشقاء في فلسطين وتضامنا مع القضية الفلسطينية بشكل عام. اقتصرت الاحتفالات بألا يتزينوا وألا يلبسوا الملابس الجديدة، ولكن فقط الصلاة من أجلهم ومن أجل يعني السلام بشكل عام في العالم. وأيضا يعني ربما كان هناك كلمة لبعض الشماسين الذين تحدثوا اليوم في الكنيسة وتحدثوا عن أنه ينتهي عام بالفعل بدون سلام وعدل، ولكن ربما آملين في عام جديد بسلام وعدل يعني يصل للعالم أجمع، وخصيصا للأشقاء في فلسطين. ربما هذه الصلوات بدأت بالفعل منذ تقريبا 8:30 مساء وتستمر حتى الآن بينما نحن نتحدث، إما بالصلوات الفردية أو حتى الصلوات الجماعية أو حتى الترانيم الخاصة بميلاد السيد المسيح. ربما هذه الكنيسة بالفعل احتفلت بميلاد السيد المسيح في 25 من نفس الشهر، أي منذ أسبوع تقريبا، ولكن يستمر هذا الاحتفال ربما بالصلوات وتستمر حتى الأسبوع القادم بعدد من الصلوات على مدار الأسبوع، إما الجمعة أو السبت، أو حتى يعني استمرارا حتى 5 يناير والسادس من يناير وحتى استمرارا لعيد القيامة. أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من كنيسة سانت فاطيمة كارين بيبرز، كما أشكر أيضا أحمد الحسيني المتواجد في كنيسة البازيليك، شكرا لكما. توافد الإخوة الأقباط بمحافظة مطروح على كنيسة السيدة العذراء مريم بوسط مدينة مرسى مطروح لأداء قداس رأس السنة الميلادية. الاحتفالات بدأت بتقديم عروض فنية عن العام الجديد من قبل البراعم وكورال لخدمة الملائكة. عقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الميلادي الجديد، قام القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح والقس نوح نبيل كاهن بكنيسة السيدة العذراء مريم بتوزيع الهدايا العينية على الأطفال احتفالا بالعام الميلادي الجديد. تحتفل دار الأوبرا المصرية برأس السنة بتنظيم حفلين بمناسبة العام الجديد 2024. المزيد مع مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. تحياتي من دار الأوبرا المصرية، والتي نحتفل هنا في دار الأوبرا المصرية بنهاية العام الميلادي الجاري 2023، ونستقبل معا العام الميلادي الجديد 2024 في أجواء تسودها البهجة والفرحة، حيث يوجد هنا في دار الأوبرا المصرية العديد من المصريين وضيوف مصر من الجنسيات المختلفة الذين حرصوا على الحضور هنا لمشاهدة والمشاركة والاستمتاع ببرنامج الحفل الاحتفالي بليلة رأس السنة هنا، والتي تزدان دار الأوبرا المصرية بهذه المناسبة والقاهرة كلها تزدان فرحا وابتهاجا بهذه المناسبة. برنامجنا الليلة في دار الأوبرا المصرية، حيث لدينا احتفاليات أوركسترا القاهرة السيمفونية وكورال أكابيلا في الموسم 65 مع المدير الموسيقي أحمد الصعيدي. أوركسترا القاهرة السيمفوني في حفل رأس السنة، والذي من ضمن فعالياته مع سوليست سوبرانو لاريسا ستيفن، وأيضا مع كورال أطفال
أكابيلا مع مدربة الكورال دنيا أكرم. كذلك لدينا كورال أكابيلا ومدربة الكورال مايا جيفينيريا وتحت قيادة الإيطالي المايسترو فرانشيسكو دي مورو. ليلة جميلة من ليالي القاهرة نحتفل فيها هنا برأس السنة، ونتمنى فيها كل الخير وكل البركة لمصرنا الحبيبة ولشعب مصر، ونتمنى أن يكون عام سعيد وعام سلام وعام رخاء لوطننا ولوطننا العربي وللعالم بصفة عامة. كل عام وأنتم بخير. إليك. ذكرت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيد وأصيب خلالها 286 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. أضافت الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21,822 شهيداً و 56,451 إصابة، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وقال الناطق باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادراً صحياً من بينهم كوادر تخصصية نادرة، ولا زال الاحتلال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة. وأكد القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف 142 مؤسسة صحية أخرج منها 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، فضلا عن تدمير 104 سيارات إسعاف وإخراجها من الخدمة. أشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هو الأعلى منذ نكبة عام 1948. ذكر المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام الجاري بلغ 22,404 شهداء، منهم 22,141 شهيد منذ 7 أكتوبر من العام 2023 بنسبة 98% منهم في قطاع غزة، منهم نحو 9,000 طفل و 6,450 امرأة. أشار التقرير إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بلغ 319 شهيد، منهم 111 طفل وأربعة نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي، في حين بلغ عدد المفقودين والذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7,000، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح نحو 1,900,000 مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكنهم. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة والتاريخية، وشدد على عدم القبول بالتهجير من الأراضي الفلسطينية مهما كان الثمن. وفي الذكرى 59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية أضاف الرئيس الفلسطيني أن الشعب الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وذلك بهدف تصفية القضية الوطنية في تكرار لنكبة 48. وشدد الرئيس الفلسطيني على أن حرب الإبادة الإسرائيلية لن تكسر الإرادة الفلسطينية، مشددا على مواصلة الكفاح حتى تحقيق النصر والاستقلال، مؤكدا أن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ. أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل لم تتوقف للحظة عن تنفيذها مخطط التهجير القسري، مشيرة إلى أنه مع تصاعد الحرب ضد قطاع غزة زادت إسرائيل من هجماتها الوحشية كمحاولة لحسم الصراع والقضاء على القضية الفلسطينية. كما شددت دائرة شؤون اللاجئين على أن الشعب الفلسطيني سيفشل كل المخططات الإسرائيلية للقضاء على القضية الفلسطينية،
وسيفشل أيضا كل مشاريع التهجير والتوطين القسري. عام 2023 كله معاناة، من شهر 10 وإحنا بنعاني وإحنا في الشارع في الخيام، انهدت بيوتنا، بنعاني من قطعة الكهرباء، من الأمراض اللي بنشكيها، مش قادرة أخذ علاجي، مش قادرة أقوم ممارسة الحياة، حتى غاز ما فيش، بنطبخ على النار، حياتنا كلها صارت شوارع، أكلنا في الشارع، مسكننا في الشارع، نمتنا في الشارع، أولادنا في الشوارع، كنا مشردين. بعد هيك من بداية الحرب احنا فقدنا بيتنا، فقدنا جزء من الأسرة، فقدنا أطفال من عندنا استشهدوا رحمة الله عليهم، ابن شقيقي ولد وحيد عمره 12 سنة، وبنت أخويا الكبيرة استشهدت. سنة 23 هي الأسوأ في تاريخنا، لأنه فقدنا الأهل وفقدنا البيت وفقدنا كل شيء وخسرنا كل شيء، فإحنا نتأمل إنه هذه السنة تكون السنة القادمة أحسن أفضل من السنة هذه، وتتحقق آمالنا في إقامة الدولة الفلسطينية إن شاء الله في 2024. نلاقي بيوتنا وأهالينا وقرايبنا وحبايبنا في جباليا وين مكان، كل الناس تلاقي حبايبهم، إن شاء الله يوقف إطلاق النار، وإن شاء الله كله سلام في سلام، وما بدنا إلا نعيش بهدات البال ورضا الحال. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن قطاع غزة يعاني من مجاعة كارثية، لافتة إلى أن 40% من السكان معرضون لخطر المجاعة. أضافت الوكالة أن كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، مشددة على الحاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة. هنا في رفح الفلسطينية يتواصل تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى تلك البلدة المزدحمة في أقصى جنوب غزة، هربا من القصف الإسرائيلي الغاشم على وسط وشمال القطاع. الهجوم الجوي والبري غير المسبوق الذي شنته إسرائيل ضد حماس أدى إلى نزوح نحو 85% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,300,000 نسمة، حيث تم قصف كل مناطق القطاع حتى المناطق الآمنة التي حددتها إسرائيل. جينا إلنا 20 يوم مش ملاقيين أي مكان نحط خيمة، فإحنا انتوينا على باب الجامع، على درج الجامع، ما إحنا ملاقيين أي مأوى غير درج الجامع. معايا أنا 3 كناين إلي وجوزي معه غضروف، بنام على درج الجامع، على الدرج. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أكدت أن جميع السكان تقريباً باتوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية الخارجية، حيث يعاني ربع السكان من الجوع. لا الواحد عارف يعبي مي حلوة ولا عارفين ناكل، ولا الصغار بيصحوا من الصبح على الأكل بعيتوا على بدون مي يشربوا، بنلفلف بنقعد ساعة وإحنا نلفلف قبل ما نعبي لهم مي، لا عارفين نجيب لهم طحين ولا عارفين نجيب لهم، حتى الله يعزكم لما بدنا نوديهم على دورة الحمام نقعد ساعة وإحنا بنمشي، حياة مأساوية. لقطات لطائرات بدون طيار أظهرت مخيما واسعا يضم آلاف الخيام والأكواخ المؤقتة المقامة على أرض فارغة في الضواحي الغربية لرفح بجوار مستودعات الأمم المتحدة. أما أولئك الذين لم يجدوا مكانا في الملاجئ المكتظة بالفعل فقد أقاموا خياما على جوانب الطرق التي غمرها الطين بسبب أمطار الشتاء. طبعا صعوبة المكان، فيش نظافة، فيش حتى على صعيدنا الشخصي، فيش إن حرمات، فيش إن ملابس، فيش إن طعام، مش عارفين وين نقعد سرنا. فثالث يوم لقيت واحد ابن حلال قال لي تعالوا قد فيش لمكان واسع إلا هالشارع هذا جنبه، الله يعزكم مجاري لا تصلح أصلا للعيش الآدمي. ومع الوافدين الجدد أصبحت هذه البلدة والمنطقة المحيطة بها مكتظة الآن بحوالي 850,000 شخص، أي أكثر من 3 أضعاف عدد السكان الطبيعي وفقا لأرقام الأمم المتحدة. الأمراض باتت تتفشى بين العديد من العائلات الكبيرة التي تسكن معا في الملاجئ أو المنازل أو في الشوارع، مثل الطفح الجلدي ومشاكل الجهاز التنفسي وكذلك الأمراض المعوية الأخرى.
دخلت عشرات الشاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عبر ميناء رفح البري إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. قال مصدر مسؤول في شمال سيناء إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة. أضاف المصدر أنه يجري حاليا إدخال الشاحنات بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما دخلت 11 شاحنة من مواد البناء والمواد الغذائية متجهة للمخيم الإغاثي المصري في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة لإيواء النازحين من شمال غزة. أشاد سباستيان ليكارنو وزير الدفاع الفرنسي بدور مصر لمساندة الشعب الفلسطيني في محنة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد على أن باريس منخرطة وملتزمة بالتوصل إلى استقرار في القطاع بدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال زيارة وزير الجيوش الفرنسية لمحافظة شمال سيناء برفقة مجموعة من المسؤولين الفرنسيين، حيث تفقد أوضاع الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة، مؤكدا العمل بالتنسيق مع مصر لبقاء واستدامة الرعاية الصحية للمصابين الفلسطينيين. قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن حرب الاحتلال الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تندرج في إطار مخططات التهجير القسري ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة بالكامل. أكدت الوزارة على أنها تنظر بخطورة بالغة لتلك المخططات باعتبارها استهداف مباشر للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبها وفي مقدمتها حق العودة، مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف تنفيذ تلك المخططات بشكل فوري. أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كلف الحكومة 18 مليار دولار أو ما يقدر ب 220 مليون دولار في اليوم الواحد. وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن إسرائيل تنفق أموالا طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياط في الحرب ودعم رواتبهم. وفي وقت سابق أوضحت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل، أي نحو 20 مليار دولار في ظل الحرب على غزة. صادقت الحكومة الإسرائيلية على تأجيل انتخابات السلطات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في 30 من يناير وحتى 27 من فبراير المقبل، وذلك في أعقاب المعطيات التي قدمها الجيش حول تعذر تسريح مرشحين يخدمون ضمن قوات الاحتياط التي تحارب في قطاع غزة. تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لضربة قوية نتيجة للحرب على غزة، وقد ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض وانخفضت عائدات الضرائب. ذكر بنك إسرائيل المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي سيخفض من توقعات النمو بنسبة 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024. أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الحكومة وافقت على تفعيل اتفاق التناوب بين وزيري الخارجية والطاقة، حيث تم تعيين إسرائيل كاتسن وزيرا للخارجية، بينما تولى إيلي كوهين حقيبة الطاقة والبنية التحتية. ويأتي هذا التطور بعد أن أقر وزير الخارجية إيلي كوهين بمسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي ضمن الخلافات التي تشهدها أروقة الحكومة الإسرائيلية وسط دعوات من المعارضة والشرع الإسرائيلية إلى إقالة الحكومة على الفور وتنظيم انتخابات مبكرة نتيجة لفشلها العسكري في الحرب على قطاع غزة. أخبار التاسعة متواصلة مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها.
في خطابه بمناسبة رأس السنة، الرئيس الصيني يؤكد أن إعادة توحيد الصين مع تايوان أمر حتمي. حيا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في مواجهة قوات الدعم السريع، وفي كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة ذكرى 68 لاستقلال السودان، أشاد البرهان بالوقفة الصلبة للشعب السوداني مع الجيش دعما وإسنادا له. المواطنون الشرفاء، تحية لكم وأنتم تهبون جميعا لإسناد جيشكم وتنفرون لنصرة الحق، فوقوفكم وإسنادكم للقوات المسلحة هو الوقود والزاد للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية، وأقول أننا بكم ومعكم سننتصر وسنسحق هؤلاء الخونة ونحرر السودان من أيادي العمالة والارتزاق. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن إعادة توحيد الصين مع تايوان أمر حتمي. أضاف الرئيس الصيني أن تايوان جزء مقدس من الأراضي الصينية، وأكد في خطابه بمناسبة رأس السنة أن اقتصاد بلاده بات أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود. وصفت الحكومة الصينية المرشح الأبرز لمنصب رئيس تايوان المقبل بأنه تصادمي ومدمر للسلام، بعد أن قال في مناظرة رئاسية إن زيادة واستقلال تايوان يخصان شعبها. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير، في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وتايبي حالة من التوتر، وتكثف الصين ضغوطها العسكرية لتأكيد مطالبتها بالسيادة على تايوان الخاضعة لحكم ديمقراطي. أعلنت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في العام القادم 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياستها للعام القادم من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو. واعتبر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون اعتبر أن الرغبة في المصالحة أو في المصلحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية هو خطأ فادح. في تطور جديد للأزمة في شبه الجزيرة الكورية، استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أي مصالحة مع كوريا الجنوبية، في حين أعلن الحزب الحاكم عزمه على إطلاق 3 أقمار صناعية عسكرية للمراقبة العسكرية في عام 2024 حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وعقد حزب العمال الكوري الشمالي الذي يتولى السلطة في بيونغ يانغ اجتماعا عاما لمدة 5 أيام للجنته المركزية، وهو حدث في نهاية العام يتم خلاله تحديد التوجهات الاستراتيجية للبلاد، حيث تم الإعلان عن مهمة إطلاق هذه الأقمار 3 الإضافية. وبعد عمليتين فاشلتين في مايو ويونيو، نجحت المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لوضع أول قمر اصطناعي عسكري للمراقبة العسكرية في المدار في نوفمبر الماضي، وادعى النظام أنه يقدم صوراً لمواقع عسكرية أمريكية وكورية جنوبية رئيسية، لكنه لم يعرض الصور التي يقول إنه يمتلكها. وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إجراء تجارب باستخدام التكنولوجيا الباليستية، ويقول محللون إن هناك تداخلاً تكنولوجياً كبيراً بين قدرات الإطلاق الفضائية وتطوير الصواريخ الباليستية. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ تلقت مساعدة تكنولوجية حاسمة من روسيا لوضع القمر الصناعي مالي جيونغ 1 في مداره بنجاح، حيث زار كيم جونغ أون روسيا في سبتمبر الماضي والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا وعززت سول وطوكيو وواشنطن التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة من جانب بيونغ يانغ هذا العام، وعمدت في الآونة الأخيرة إلى تفعيل نظام لتبادل البيانات في الوقت الفعلي بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ.
فاز فيليكس تشيسيكيدي بولاية رئاسية ثانية في الكونغو الديمقراطية بعد حصوله على 73.34% من أصوات الناخبين وفقا للنتيجة الرسمية المعلنة، وذلك في ختام تصويت وصفته المعارضة بأنه انتخابات زائقة. وأعلن 9 مرشحين من المعارضة في بيان مشترك رفضهم المشاركة في هذه الانتخابات السورية على حد تعبيرهم، وطالبوا الشعب بالتظاهر في الشوارع احتجاجا على النتائج النهائية. نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، كما شدد المركز على امتلاك قطاع الطب الوقائي لمنظومة رصد متكاملة وبائيا ومعمليا لفيروسات الإنفلونزا والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي التي تعد الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتم من خلالها رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير معتاد. أسهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ انطلاقها في يناير 2019 في توفير حياة كريمة لملايين المواطنين، مما جعلها تجسيدا حقيقيا لقيم ومبادئ ثورة 30 يونيو. ونجحت المبادرة الرئاسية في إنهاء عصور التهميش لكافة قرى مصر والتي ظلت على مدى عقود طي الإهمال حتى احتضنتها الدولة في عصر الجمهورية الجديدة. منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في يناير من عام 2019، ساهمت المبادرة بجميع محاورها في توفير حياة كريمة وآدمية، مما جعلها تجسيداً حقيقياً لقيم ومبادئ ثورة 30 يونيو، مبادرة عنوانها الإنسان ومفتاحها كرامته. وفي هذا الإطار شهد عام 2023 جهوداً حثيثة وخطوات لا حصر لها من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً. فخلال المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع ساهمت في تحسين حياة ملايين المصريين، بداية من مضاعفة كميات مياه الشرب المنتجة بالقرى لتصل إلى 141 ألف متر مكعب يومياً، مروراً بالتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة في 125 قرية مع تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي المتكامل، ورفع كفاءة 16 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً. ولأن بناء الإنسان قوامه التعليم والصحة، تم إنشاء 1100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، إلى جانب تطوير وإنشاء 51 مركزا صحيا وفقا لنموذج واشتراطات التأمين الصحي الشامل، وإرسال مئات القوافل الطبية للكشف والعلاج بالمجان، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى. كما ساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية من المبادرة في خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفي بنحو 320 مليون جنيه. ووفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فقد تم تحويل المبادرة التي تستهدف القرى الأكثر فقراً إلى برنامج شامل يستهدف كامل الريف المصري. وبالفعل جرى تنفيذ المرحلة الأولى التي تستهدف 1477 قرية موزعة على 52 مركزاً إدارياً، ويعيش فيها ما يقرب من 18 مليون مصري، حيث بلغت استثمارات المرحلة الأولى أكثر من 350 مليار جنيه من خلال تنفيذ 23 ألف مشروع. ووفق خطة محكمة التفاصيل مضت الدولة في تنفيذ البرنامج، وفي قلبها تستمع لمطالب المستفيدين منه، فتم إجراء 215 حواراً مجتمعياً لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و 154 ندوة طلابية، مع تمكينهم من إجراء جولات ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة.
هكذا أنهت حياة كريمة عصور التهميش لكافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي الإهمال، حتى احتضنتها الدولة في عصر الجمهورية الجديدة وجعلت منها أولوية لا تقبل النسيان. جهود كبيرة تقوم بها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، كما أطلقت الدولة مبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة. رغم الأزمات العالمية وتداعياتها على باقي اقتصادات العالم، إلا أن الدولة بذلت جهودها بتوجيهات من القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. وفي هذا الإطار يأتي التزام الدولة بمسار تحسين أجور العاملين بها وأصحاب المعاشات خلال عام 2024 على نحو يتسق مع جهودها بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، مبادرات تستهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة تأثراً بتداعيات جائحة كورونا وما أعقبها من توترات جيوسياسية. عام 2023 كان شاهداً بالفعل على رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وكذلك أصحاب المعاشات من خلال حزمتي تحسين الأجور في أبريل وأكتوبر الماضيين الذي يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه تحملتهما الخزانة العامة للدولة. يأتي ذلك رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة. الدولة تنتهج سياسة تحسين الأجور والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية. عام 2023 شهد كذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة ل5 ملايين من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة مرتين بنسبة تتجاوز 40% بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. وتعمل الدولة دائما على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحديد أولويات الموازنة وفقا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية الدولية. مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال.
أخبار المال والأعمال في هذه النشرة يستعرضها لنا رجاء يوم. شكرا مصطفى، شكرا إيمان. شاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بإعداد دراسة تشمل تصورا لتخطيط العمرين لمنطقة الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر. وخلال الاجتماع تم التأكيد أن محور الضبعة بوصلاته يعد أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، كونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية في مقدمتها محور تنمية قناة السويس ومنطقة منخفض القطارة ومثلث التنمية جنوب الصعيد وأيضا المثلث الذهبي للتعدين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ، ذلك لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير. استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة تعول كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أن رأس المال السوقي للبورصة سجل ارتفاعا كبيرا خلال العام 2023 ليصل إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 73.9% عن العام 2022. إلى ذلك سجلت البورصة المصرية أكبر مكسب سنوي لها منذ العام 2016، حيث استفادت المؤشرات خلال العام بعدد من التحركات الحكومية بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية. وارتفع المؤشر EGX 30 الرئيسي بنحو 70.5% خلال العام، وهو رقم تاريخي غير مسبوق، حيث أظهرت الإحصاءات أن أرباح العام 2023 فاقت كل السنوات السابقة متجاوزة 700 مليار جنيه. وعلى صعيد تداولات اليوم، اختتمت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات العام الحالي 2023 على ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية وأيضا المستثمرين الأفراد المصريين، وسط التوقعات بمواصلة المكاسب القوية للسوق خلال العام 2024. بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.7 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 70 مليار جنيه تضمنت سوق السندات وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة بلغت 0.82% لينهي التعاملات عند مستوى 24894 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 0.19% ليصل إلى مستوى 5473 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر
EGX100 وهو الأوسع نطاقة الذي أضاف نحو 0.34% ليصل إلى مستوى 7880 نقطة. تنضم مصر رسميا غدا لتجمع دول بريكس، حيث يضم التجمع 11 دولة كبرى على رأسها الصين، روسيا، الهند، برازيل، جنوب أفريقيا، يستحوذ على 25% من صادرات العالم. تعد بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، ذلك نظرا للثقل الاقتصادي لدوله. في 24 من أغسطس من هذا العام جاء إعلان انضمام مصر لأحد أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم بريكس. الإعلان جاء خلال قمة تجمع بريكس الأخيرة والتي عقدت في جنوب أفريقيا. فاعتباراً من الأول من يناير المقبل تصبح مصر عضواً بشكل رسمي في تجمع بريكس، في خطوة تعد شهادة ثقة في قدرة مصر وفي اقتصادها وتأكيداً لثقلها على المستوى الدولي والإقليمي. بالنظر إلى التجمع وإنجازاته، فإن بريكس أصبح أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظراً للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما يجعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالمي، إذ شكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في بريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، أي ما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي يبلغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022. تجمع بريكس بجانب اتساع المساحة الجغرافية لدوله والتي تشكل مجتمعة نحو 26% من مساحة العالم، يمتلك أيضاً نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي، الذي يبلغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقاً عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج ومن حيث التوزيع والاستهلاك. إذن ماذا ستستفيد مصر من الانضمام لبريكس؟ التكتل يستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار، وهو ما سيخفف الضغط على النقد الأجنبي في مصر، الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية. فضلاً عن أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل بريكس سيمنح فرصاً للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، خاصة مشروعات البنية التحتية. لا شك أن انضمام مصر لبريكس تحمل العديد من الأبعاد، كما يعد أيضاً تأكيداً على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى الزملاء إيمان ومصطفى، فإليكم. شكرا لك ربعي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته نحو 6.2 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب شمال غربي الصين، إلى 151 شخص في مقاطعتي بانسو وشنغهاي. جاء ذلك بعد العثور على آخر شخصين كانا في عداد المفقودين إثر الزلزال، وفقا لمقر الإغاثة من الزلازل بالمقاطعة. كان الزلزال الذي وقع يوم 18 من ديسمبر الجاري قد أودى بحياة 117 شخصا في قانسو وحدها، وفقا للسلطات المحلية بالمقاطعة. تعرضت المجتمعات الساحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لارتفاع في شدة الأمواج العاتية،
مع احتمال حدوث فيضانات بعد أن أصدر المسؤولون أوامر إخلاء في بعض المناطق وطالبوا السكان بالابتعاد عن الشواطئ والطرق الساحلية. هذا وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس حدوث فيضانات كبيرة في المناطق الساحلية المنخفضة تصاحبها أمواج قوية وتيارات شديدة تشكل خطرا استثنائيا للغرق وإلحاق أضرار بإنشاءات كالأرصفة البحرية. وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا بجنوب كاليفورنيا، قالت إن المسؤولين في المقاطعة أصدروا تنبيها بإخلاء المساكن على طول الطريق السريع على ساحل المحيط الهادي مع استمرار إغلاق الشواطئ في المنطقة. مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله يستعرضها لنا من جديد درجات. شكرا مصطفى، شكرا إيمان. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وياكم في هذه الجولة الجوية. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 20، الصغرى فيها 14 جو معتدل، الإسكندرية 21 13، مطروح 20 11، بورسعيد 20-14، أما محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 22 والصغرى فيها 13، محافظة السويس العظمى فيها 21 الصغرى فيها 14، العريش 21-13، طابة 21-14، شرم الشيخ 25-17، الغردقة 25-15، محافظة الأقصر العظمى فيها 25 والصغرى فيها 12، أسوان 26-13، وادي الجريد 24-9، الشلاتين 26-18، أما محافظة حلايب 24 هي العظمى أما الصغرى فيها 19. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابع. We'll be right back.
والآن مشاهدينا نتابع هذه اللقطات من حول العالم والاحتفالات بالعام الجديد. كل عام وأنتم بخير. بهذه اللقطات الحية والتي يحتفل فيها العالم بالعام الميلادي الجديد نكون قد وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024. الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والمصري ويوجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. المركزي للإحصاء الفلسطيني يؤكد أن عدد الشهداء في غزة غير مسبوق، ومنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد عدم توقف إسرائيل عن مخطط التهجير القسري. انتهت نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا يوسف؟ كل سنة وانت طيب. كل سنة وكلنا طيبين وسنة سعيدة وكلنا نتفرج على هوم ألون زي كل سنة وحاجات. يا جماعة مش معقول ان هوم ألون هو اكثر الافلام مشاهدة، دي حقيقة. مرتبط باليوم ده، مرتبط باليوم ده. الا ما شفت حد وانا وزملائنا يعني جميعا واصدقائنا بره، هتعمل ايه النهارده؟ كله هتفرج على هوم ألون واتعشى. كل جماعه احنا بنتفرج على هوم ألون من سنه 95. طيب عند جيل معين بيوم راس السنه نوع من انواع الاحتفال للناس اللي مش هتقدر لاي سبب من اسباب تقضي راس السنه بره البيت. لا هو كويس قوي راس السنه قدام التلفزيون وساندوتشات وكوبايه عصير و100 فل و14، احسن من كده ايه؟ في حاجه احسن من ما كده؟ ما دي خروجه اهي، احنا منتظرين ومع بعض بنشتغل النهارده، احنا خارجين في الشغل، وان شاء الله يبقى يوم كويس جدا علينا، وان شاء الله يكون عام مليء بالسلام والازدهار والامن. يوسف نتمنى على مصرنا وعلى بلادنا وعلى اوطاننا وان تنتهي الحروب والاسمات والكوارث اللي احنا بنعيشها ان شاء الله. احنا نتمنى بس يبقى قابلني يعني ان شاء الله. مش انا صادم بس يعني هنعمل ايه ولا ايه يا استاذه ايمان؟ والله احنا يعني ما لناش غير الدعاء والامنيات. امين يا رب العالمين. هي امنيات وحلقه سعيده وسنه سعيده علينا علينا جميعا يا رب. يا مصطفى كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت طيبه ايمان. انت طيب ويا رب كل الدنيا بخير. اللهم امين. اشكركم واستاذنكم بقى نبدا فقراتنا دخولا الى العام الجديد.